على الرغم من الإنجازات التي حققتها الرياضة النسوية في محافظة بابل، إلا أن غياب الدعم الحكومي بات يشكل عائقاً كبيراً أمام مسيرة الأندية النسوية، حيث يعاني نادي فتاة بابل من قلة التمويل، مما يضعف قدرته على تلبية احتياجات التدريب والتطوير، ويفتقر النادي أيضاً إلى مقر مستقل. أتمنى من هذا المنبر أن يهتمون بنادي فتاة بابل اللي هو المعنى الوحيد بالرياضة البابلية النسوية، ويعني الحلول المشاكل اللي تقع من عندها، يعني نعاني من عندها، وخاصة وجود مقر إداري ورياضي للنادي. كثير المعوقات اللي تقف أمام الفتاة البابلية في ممارسة الرياضة، لكن جاهدين عاملين على إزالة هذه العقبات ودفع المسيرة الرياضية النسوية إلى الأمام. ومنذ تأسيسه ساهم نادي فتاة بابل في تدريب مجموعة من الفتيات التي حصلن على عدة بطولات محلية ودولية، إلا إن الأعباء المالية وعدم الاهتمام من قبل الجهات الحكومية باتت تهدد بقاء واستمرارية هذا الإنجاز، وتعيق النادي من توسيع أنشطته واحتضان المزيد من المواهب النسوية. كنساء بابليات عندنا طاقات، لكن ما عندنا الداعم، لا كأندية يدعمونا ولا حتى بالمنتخبات. أغلب هسه اللعبات أو المسابقات اللي بالجامعة أو كوزارة التعليم العالي، دور المرأة دا يلغي، يعني الأندية دا تلغي، اللعبات الخاصة بالنساء دا تلغي. إحنا عندنا لاعبات وعندنا من كل اللعبات عندنا، بس المشكلة عندنا إنه إحنا ما عندنا مقر رياضي ومقر إداري يدير هذا النادي. ومع العلم عندنا مشاركات عدة، وشاركنا بهواية لعبات باسم نادي فتاة بابل. تحديات كبيرة تواجه الرياضة النسوية في محافظة بابل، لكن نادي فتاة بابل يبقى بارقة أمل تسعى لتحقيق الطموحات الرياضية للمرأة البابلية، وعلى الجهات الحكومية أن تدرك أهمية دعم هذه الأندية وتوفير بيئة مشجعة لتحقيق الحلم الرياضي لفتيات العراق. من محافظة بابل، معتز العبودي، زاكروس تيفي.